لأشواط الرموز التي انطلقت في هذا المساء والتي كانت تؤكد تواجد نوعيات مميزة كانت حاضرة أسعدت الجميع بأدائها المميز واكتشاف نجوم جديدة جاءت أيضا هنا مع سن المفاجآت. المنصة الرئيسية في هذا الميدان الميدان الذكي من خلال لحظات التتويج لانطلاقات هذه الأمسية. الشندغة هي بطلة الكأس والتي تعود ملكيتها إلى هجن العاصفة من خلال تقديم أداء مميز في التحديات وفي الإثارة في أول الأشواط. والباز كان نجم الجعدان في تحقيق الانتصارات أيضا لهجن العاصفة الإمبراطورية المميزة التي دائما ما تحقق الانتصارات. نرحب في هذه اللحظات بحضور سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وكذلك سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم أيضا مع هذه الانطلاقات لتسلم كأس الإبكار في هذه الانطلاقة وكذلك تسلم أيضا بندقية الجعدان تحقيقا لانتصارات هجن العاصفة في أول التحديات في هذا المساء والتي أكدت لجماهيرها الوفية أنها جاهزة للختاميات والتحديات. شكرا على هذه اللحظات الجميلة. شكرا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على تكريمي وتتويج الفائزين من خلال هذا المساء في هذا اليوم الذي حمل بداية الإثارة في حضور كريم توجه حضور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله والذي كان لحضوره الكريم هنا رسما للابتسامة والسعادة لكل متابعي ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة. هذه هي الشندغة بطلة الكأس المفتوح الخاص بالإبكار وهي من سلالة غازي وإنتاج المختبر. أداء رائع قدمته الشندغة في هذا الشوط وهنا نتابع أيضا الباز السلالة الصغانية سلالة مياس وإنتاج الروية أيضا في تحقيق بندقية الجعدان المفتوح في هذا المساء وملكية أبطال الرموز في هذه الأمسية هي هجن العاصفة.